طبعا على مدى الأيام القليلة الماضية الناس كانت بتتابع بشكل كبير جدا موضوع الطالب السوداني في مصر، واللي منصات التواصل الاجتماعي بتعج بصور وتفاصيل الكلام عنه. ده الخبر اللي حنجيف عن تحليل للتقرير اللي جاء في صحيفة السوداني حوله. أيضا في السوداني في مال وأعمال استقرار ووفر في مواد البناء بالسجانة وبحري، ارتفاع متباين في الخضر والفواكه وثبات اللحوم بالخرطوم. المؤتمر الشعبي قيادي فيه اللي هو طبعا كمال عمر في حوار مع الصيحة قال الوثيقة الدستورية خالفت أصول وضع الدساتير. حنشوف تفاصيل هذا الكلام. أيضا يعني واشنطن تحقق حول أموال الجنوب إيقاف التسرب النفطي بالوحدة ومطالبة بمعاقبة الشركة. أيضا في الانتباه حنقف مع هذا الموضوع. أدركوا قطاع الكهرباء. هاجر سليمان كتبت مقال في عمود وجه النهار، سنقرأ ما جاء فيه. أيضا العصب السابع هو عمود شمائل النور كتبت الموت مستمر، هكذا عنونت. سنتابع بالداخل ماذا أوردت حول هذا الموضوع. مواضيع كثيرة إن شاء الله الزمن يكفينا نجيف عندها كلها، وتقارير كل واحد مهم يعني فيها. أستاذ أحمد خليل أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ خليل، صباح الخير. صباح الخير لمشاهديننا في أي مكان، مرحبا بك. موضوع الطالب المصري ده، الطالب السوداني، الطالب السوداني عفوا في مصر، يمكن في العرض الإخباري نحن جبنا كلام عنه، واستدعاء السفير المصري ما وراء الخطوة كتبت تحت العنوان ده صحفية سوسن محجوب. وجد السفير المصري نفسه في حالة استدعاء لوزارة الخارجية بالخرطوم أمس الأحد في سابقة تعد الأول من نوعها له منذ الإطاحة بنظام المخلوع البشير. دي برا دائرة وقفة، والأولى حتى على مستوى كل سفراء المقيمين في الخرطوم، تمام؟ ما يفتح الباب أمام جملة تساؤلات عن تأثير الخطوة ودلالاتها على العلاقات السودانية المصرية. الصورة هنا برضو جاية في 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 التقرير، اعترافات السوداني وليد عبد الرحمن حسن بمشاركته في المظاهرات ضد الدولة المصرية. يمكن ده يعني واحد من الحاجات اللي جات في الإعلام المصري كده. أول حاجة خلينا نخط الناس في الصورة حول الموضوع ده، وماله وليد عبد الرحمن؟ طبعا المعلومات متضاربة حول أنه وليد عبد الرحمن مشارك أو ما مشارك في المظاهرات المصرية. طبعا المصريين يعني أنا بقول في يعني عدم منطقية وعقلانية في تناول لهذا الموضوع. المظاهرات اللي بدت في مصر أو الاحتجاجات ضد رئيس مصر السيسي محاولة رمي اللوم على انه يا اخي دي الاجانب هم طلعوا فلسطيني وطلعوا كما مصريين، فهذه سذاجه. فبالتالي مفترض الاعلام المصري والحكومه المصريه تتعامل مع الموضوع بموضوعيه، انه في مصريين طلعوا الشارع فما ما ما يرموا اللوم على الـ على, الـ على الاجانب اللي هناك. طبعا كونه يعترف وليد بانه هو شارك ومعروف هو في مصر فيها ظروف، تحتها ظروف كويس، في ضغوطات، في اجهزه امنيه، في قهر، في ارهاب حصل، يكون له ممكن يسجل اعتراف قضائي تحت اي ضغط، تحت اي ظرف. يكون اصلا في بالمناسبه هو اصلا نحن نقول ما شارك، يعني في المصريين دول كلهم الناس اللي شاركوا في المظاهرات ما لقوا الا وليد. احنا الان التوجه انه تصدير الثورات ده نظام وانتهى. النظام البائد انه يعني نصدر ثوره لمصر ولا كل دوله عندها خصوصيتها، دايره الصور تصور ما دايره الصور، دي مشكلتها، شيء يخصها. نحن الان احنا دوله سودانيه دايرين نحترم علاقاتنا مع الناس، مع دول الجوار. 30 سنه نحن بنحاول نصدر ثورات للناس. ماذا؟ جنينه. جنينه عقوبات ولايه حتى ارهاب وكثير من التعطيل اللي حصل. يعني احنا بيجينا خارج المنظومة العالمية، ولكن المصريين طبعا هم بيعرفوا يلعبوا على الحاجة دي. يعني ده نشتت الانتباه بانه يا اخي للشعب المصري وللشعب النادي ما مصريين، ده الاجانب. يد المبرر
كويس للشرطة المصرية، للأجهزة الأمنية المصرية، بأنه تقمع التظاهرات الحاصلة في مصر. إحنا ما يدور في مصر إحنا مراقبين ونشاهد فيه، ولكن نحن ما عنصر فعال فيه. إحنا كسودانيين ما عنصر فاعل. طيب هل ممكن مراقبين. يكون وليد كبشي فداء؟ ممكن وأكيد يكون نسبة ده، ولكن الخطوة طبعا الخطوة المهمة والخطوة القوية اللي حصلت في السودان. أيوة تفاصيل استدعاء. تفاصيل الخطوة هي إنه نحن ما يعني شنو ما السودان السابق المصريين يمارس أي ممارسة أي سوداني في مصر أو أي بدون أو أي دولة تانية أي دولة بدون ردة فعل. الآن في شارع ويس بيطلع طلعت مسيرة يوم الخميس تطالب وشافوا المصريين شافوا السودانيين وشافوا الهاشتاغات وشافوا اللي اسمه ده، ولأول مرة إنه يكون عندنا وزارة خارجية بتدي أولوية للشأن السوداني طوال تسأل السفير ويوريك الحاصل شنو ويستتحرك وبالتالي انت بتخوف الدولة المصرية هناك بانه يا اخي الدولة السودانية حتتحرك انه حيجي يشوف الطالب ده وحيجي يشوف وضعه وين واعترف كيف ملابسات ذاته واعتقالاته تمت كيف يعني التفاصيل يعني ممكن يكون هو طالب يعني احنا من السودانيين يعني انت لو مشيت القنصلية المصرية بل الاف دارين يمشوا مصر يعني هي مصر الناس بتمشي تجارة بتمشي سياحة سياحة عادية سياحة علاجية السودان كله في مصر المصريين يجب أن يقدروا الحالة دي وينووا عن نفسهم من هذا السرعة الآن ما نحن السودانيين الزمان اللي نحن بنسكت على الحاجات والناس بتسكت عليه الآن في وسائل بتاع الضغط وسائل التواصل الاجتماعي الآن هي قاعد بتضغط على الحكومة السودانية بأنه تأخذ موقف قوي نحن الآن قاعدين نبلور في سياسة خارجية تحترم الكل دول الجوار وتحترم المحيط اللي حوالينا ما بنتدخل في سياسات الناس والناس ما تتدخلوا في سياساتنا والمرحلة القادمة إنه يا أخي هي مرحلة تثبيت الحقوق يعني للسودانيين في أينما كانوا طيب النقطة اللي جات في مقدمة التقرير إنه حالة استدعاء وزارة الخارجية للسفير اللي هو أمس كان يوم الأحد سابقة بتعادة الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام المخلوع البشير والأولى حتى على مستوى كل السفراء المقيمين في الخرطوم يفتح الباب أمام جملة تساؤلات تثير الخطباء دلالاتها يعني على العلاقات العامة يعني بشكل عام أشرت أنت للنقطة دي لكن في السؤال اللي إحنا عندنا مثل بيقول شنو دق الجراف خلي الجمال تخاف يعني أنت يا الدول الثانية ما أصبح أن التعامل مع المواطن السوداني بنفس طيب أنا عندي سؤال من شقين يا أستاذ أحمد السؤال الأول فيما يخص بالخطوة دي شيء طبيعي من المفترض يحصل أي ما كان قاعد يحصل لأنه إحنا كان عندنا حكومة ما قاعد تضع ما قاعد تخط إنه أولوياتها إنه المواطن ده أولوية كويس نحن الآن الحكومة الانتقالية لابد أن تضع المواطن أولوية نعم شاءت أو أبد كويس اتصرفت ما اتصرفت في ضغط بيطلع في شارع بيطلع في ناس بتتكلم في ناس طيب بالتالي دي أولوية الناس ما حد يعني ما حد يتنازل عنها طيب قانونيا أو كشيء طبيعي شنو الخطوة الثانية بعد استدعاء السفارة هناك تمشي تجيف مع وليد تشوف الحصل شنو الملابسات اللي حصلت توفر له الدعم القانوني لو ما في هم يعني يطلبوا صراحته يعني طيب في حديث الآن الحبيب بيقول لي عن موضوع إيقاف التأشيرات هل ده ممكن يعني أو وقفت عنده هو حقيقة في حديث مؤكد حول الاتجاه ده ما مؤكد لأن السفارة المصرية نفت الكلام ده أيوه حتى لو نفت التأشيرات يعني شنو المشكلة دي العزة المفترض يعني يشعر بها كل سوداني حقيقة وموضوع وليد نحن نتابع على الأيام الجاية إن شاء الله أو اليوم يعني في أقرب لحظة ممكنة يعني الناس تحاول تعالج الموضوع ده بقدر الإمكان وحقيقة ده الدور المنوط بالدولة إنها تقوم به والشيء الطبيعي المفترض تقوم به نتحول لموضوع تاني اللي هو برضو متعلق بحياة الناس بشكل مباشر وهنا في الجانب الاقتصادي الصفحة اللي في السوداني مال وأعمال في موضوعين استقرار وفر في مواد البناء بالسجانة وبحري وارتفاع متباين في الخضر والفاكهة وثبات اللحوم بالخرطوم طبعا يعني احنا قاعدين ندي أولوية كده للمعاش يعني معاش الناس
موضوع بتاع الأسعار وما بينفك من المواضيع اللي قامت من أجلها الثورة. قادر تقرأ شنو في؟ أنا قادر أقرأ إنه يا أخي وزارة المالية قبل يوم الأسبوع الفات عملت ورشة لمحمد اسمه ده عن معاش الناس، وضعت خطة لقد إنه في تسريب بتاع النفط بتاع مشتقات نفطية بتاع دقيق حسبت الأفرام وكمية الخبز الطالع وكمية الكمية الهائلة من الأشياء اللي اسمه غريبة 500 مليون دولار قاعد تتهرب. هذه الأسعار تزايد الأسعار في الأسواق لأنه في غياب لرغابة، في غياب لتسعيرة، سد التجار حقيقة دور بطال جدا جدا، يعني هم اتخذوا دور يعني ما إيجابي ولم يكن هم جزء من الثورة، ولكن هم كانوا يعني همهم يعني مارسوا انتهازية كبيرة جدا جدا في زيادة الأسعار وفي غلاء الأسعار. بالنسبة للأسمنت والصيغ طبعا لازم يكون في ركود، يعني الأسعار ذاته ماشية في متوالية يعني تصاعدية بشكل مبالغ فيه. نقول يا أخي نحمي المنتج المحلي، المنتج المحلي يتم احتكاره من قبل تجار، نفتح الدولة تفتح إنه يستوردوا أسمنت في الدول الثانية عشان تخفض الأسعار، الناس تهيج في إنه يا أخي نحن المنتج المحلي. طيب المنتج المحلي ده ما هو الطن عامل قريب 9,000 يعني، الطن السيخ عامل قريب 47,000، فبتلقى إنه في زيادة، فبالتالي هم التجار ما يشتكوا من الركود، الناس ما قادرة تشتري. حتى في أسواق الخضروات والفواكه وبتاع الناس بقت تشتري الحاجة الضرورية الملحة والباقي ده والله الحاجة الضرورية الناس خلوها. أيوة يعني لو في لها بديل الناس بتحاول تخلي أو تقلل منها، فإحنا بيبقى شنو بنتفرج يعني نتفرج على المواد الموجودة الغذائية الموجودة في الخضروات الموجود في السوق إنه يا أخي أسعار مزايدة، وهم التجار مصرين برغم انه يا اخي الطلب يعني في ضعف يعني ضعف طلب على السلع، يعني بتلقى انه لسه هم متمسكين في اسعارهم. بالتالي يعني الخطه بتاعت وزاره الماليه لابد انه يسرع في تطبيقها، يكون في رقابه على السوق، يكون في تسعيره هامش الارباح، في احتكار، طلع الاسمه الوسطاء، نحن عندنا وسطاء سماسرة يا أخي، حتى في اللي اسمه في المواصلات دي لما تيجي تركب في زول بيكورك ده وسيط بيشيل حق اسمه حق راكب قيمة الراكب وبيرفع والسواق طوال حيعوضه في المواصلات، ما هو ذاته يعني بقول لك يا أخي أنا بدل 5 خليها 10 عشان أنا ألقى 10 في اسمه ده، يعني شوف الوسطاء وصلونا لوين. طيب في كلام عن موضوع الإنتاج والناس تتحول للإنتاج والناس تشوف شنو الأفكار اللي ممكن تساعد في الإنتاج وكذا؟ وما نحن ما عندنا حل إلا الإنتاج، التوسع في الإنتاج، التوسع في الإنتاج هذا يعني أنا يكون عندي إرادة سياسية، هل فعلا أنا دار أنتج؟ طيب مشكلتنا شنو؟ نحن عندنا مشكلة الإنتاج، المراحل اللي بتمر بها أي مرحلة إنتاجية حقيقة مكبلة رسوم وجبايات ما في حوافز، مدخلات الانتاج ذاتها مرتفعة جدا جدا، فانت محتاج في انه محتاج تضع سياسة تشجع الانتاج، ما كلام، ما مهرجانات، ما اطلع في التلفزيون انا مع الانتاج والانتاجية، تطبيق عملي، تطبيق عملي، شيل الرسوم، ما في زول، ما في زول يسأل المنتج، ما في زول يسأل، ما في زول، ما في ما في ما في، يا اخي انت الطماطم سائل وجيت شايلها من الجزيرة جايبها الخرطوم بتدفع 100 رسم، تجي هنا السوق المركزي في 2 بس هم اللي بيشتروا، ما بيعت لهم إلا تمشي هم يفرضوا السعر، يعني ممكن تبيع الصفيحة ب 15 جنيه هم يبيعوها قدام عينك تلقاها هندي قاعدين يبيعوها ب 100 جنيه، أنت الشقيان المزارع زرعتها أنت ما كسبان، لكن الوسطة كسبانين، وبالتالي إحنا عندنا مشكلة حاجة مهمة لازم. طيب نتحول لصحيفة الصيحة، وفي إطار الحراك السياسي القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر في حوار مع الصيحة، الوثيقة الدستورية خالفت أصول وضع الدساتير، أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي والباحث في مجال صناعة الدستور ومنهجية وضع الدساتير إنه الوثيقة الدستورية لا تعالج أزمة البلاد، وقال إنها جاءت بطريقة تخالف الأصول لوضع الدساتير، ويوجد شكل دستوري متعارف عليه في العالم لوضع الدساتير، مشيرا إلى الطريقة الديمقراطية، مبينا أن مجلس تأسيسي منتخب لأغراض الدستور، إضافة إلى أنه يوجد استفتاء شعبي
يستفتى فيه الشعب حول الوثيقة الدستورية، أكد أنها تمثل أفكار الحرية والتغيير، وأقال إنها عبارة عن رؤية سياسية وليست وثيقة دستورية، لذلك تعثرت في الإصلاح. وأشار كمال عمر في حواره مع الصيحة إلى وجود استخبارات إقليمية تتدخل في الشأن السوداني بغرض مكافحة الإسلام السياسي، متوقعا حدوث انقلابات في الفترة القادمة. وتطرق الحوار إلى عدد من المحاور تناولت الصحيفة بعد ذاك تفاصيل الحوار. أستاذ أحمد خليل، يعني بعض الناس بيقول لك المؤتمر الشعبي هو تماما الوجه الثاني للمؤتمر الوطني، ودي كلها أحزاب، خلاص موضوع انتهى، مفترض ما نسمع عنهم أي حاجة ونستبعدهم تماما. وتأتي هناك بعض التصريحات وبعض الأخبار وبعض التقارير التي تأتي بأقوال وأفكار وتفاصيل خاصة بتصريحات لرموز من المؤتمر الشعبي أو حتى المؤتمر الوطني نفسه. ما هي الديمقراطية هم في البداية لما استلموا في 89 ما كان بيسمحوا للمعارضة، كانت كلها في السجن، كانت كلها في المعتقلات، ما كان بتسمع صوت زور بيتكلم إن الوثيقة الدستورية أنا كلام كمال عمر. كمال عمر أستاذ كمال عمر المحامي بذكرني بحاجة. فترة كده بدري كان عندنا زميلنا صحفي بيجي بشوف الجريدة، هو ما صحفي هو كاتب عمود بشوف الجريدة، يوم اللي يلقى عموده الله الليلة الجريدة دي محترمة يا أخي، الجريدة دي سمحة خلاص، لما يلقى منزل الليلة حاجة خلال الله شو ملكم ده تعبان الليلة. فهذا أنا ده تعليقي على كلام هي وثيقة دستورية، هي برنامج سياسي. طبعا لما تتكلم في الشيء الجو المثالي الوثيقة الدستورية بيعملها برلمان منتخب، ما وثيقة داك دستور، يعني احنا دي وثيقة بتاعت مرحلة، يعني انت المرحلة الدارة تمشي بها الثلاث سنين دي بتخليها ساي، لازم تعمل لها قوانين وأنظمة يعني تحكم المرحلة دي ذاتها، تحكم الناس القائمين على تحاسبهم ويستضع لهم قطر يعني انه يشتغلوا عليهم. موضوع الشيء الصحيح الدستور أكيد حيكون في مجلس تشريعي منتخب جمعية تأسيسية تجي تشتغل في الدستور ذاتها، تشتغل الدستور 1 2 3 تتناقش في الدستور، بعدين الدستور ده يستفتى يجاز بكل الناس برأي كل الناس يجوز الدستور ده. ولكن ما حصل الآن هي وثيقة، سموها وثيقة وليس مشروع. دائما الدساتير ما بيكتبوا بيقول لك يا اخي مشروع دستور مشروع نظام اساسي تشتغلوا بتجي جمعيه عموميه شنو بتجيزوا، ولكن هذه وثيقه لمرحله معينه. ده واحد. الشعبين طبعا ما ممكن يكون رايهم غير ده. احنا ما ممكن اقول لك الوثيقه كويسه وان ناس الحريه والتغيير حينجحوا، ما هو انا معارض لهم يعني انا وهم كاحزاب متنافسين. هو كل الاحزاب يقول لك دارين يحكموا، اي حزب شغلته شنو بيعارض لشنو؟ عشان يحكم. ما في حزب شغال لله كده يعني ساي كده. أي حزب داير يحكم. شيء طبيعي. وده شيء طبيعي ودي يدلس منه. فبالتالي ال- 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 الكلام اللي بيقول فيه كمال عمر يعني من الناس يعني هم يعني ما يتكلم في فترة، أنت في فترة من الفترات أنت كنت جزء من منظومة يا أخي قهرت الناس أقصيت الناس ما كان في زول بيفتح خشمه. في زمانكم كان في بيوت الأشباح. في الانتهاك اللي حصل تجاوز القانون وتجاوز الاسم. الآن صفحة كاملة في جريدة في ظل هذه الدولة في ظل هذه الحكومة تتكلم أنت ويتكلم غيرك، ودي الديمقراطية يعني. الوثيقة أكيد ما حتكون كاملة وحتظهر عيوبها في التطبيق دائما. التنظير بيختلف من التطبيق، يعني احنا بننظر في حاجه ونتكلم حتى البلد ذاتها شهدت فتره طويله من الفراغ الدستوري يعني كان لابد 30 سنه من احنا دي احنا ده لا قصدي بعد اندلاع الثوره يعني الناس كانت تواقع انها تشوف حاجه تحكم بها. والناس لما وافقوا على الوثيقه دي حقيقه وافقوا على الوثيقه يعني، والكلام ده كله لسبب يعني هي سنهوري امبارح كان بيتكلم ابتسام يوم الخميس في كوبايه شاي في التيار في انه يا اخي يعني احنا عشان نوقف الموت اللي قاعد يحصل لنا يعني هو الفقد بالمناسبه الناس بتتكلم انه يا اخي احنا ما كلنا انت ما بتحس الاحساس الا تمر به يعني
كويس. لين احنا كل يوم والتاني يسمنوا ما يتلينا شاب شابين يعني بنقدم ارواح للي فيه انه ممكن بامكاننا يا اخي نحن كويس نصل لحلول وسطى يعني كويس والتغيير يحصل. ما انا اصلا طالما انا قمت كويس كثوره كويس قياده التغيير ما كان عندي جناح عسكري ينحاز لي فده وضع طبيعي يحصل لك كده يعني كويس وضع طبيعي انه يحصل كده ونحن ماشيين الناس ماشيه لانه يا اخي تغير وتصلح. طيب كلام 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 كمان عمر فيه جزء بتاع انه الوثيقه يعني وجدت او 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 في عيوب في التطبيق واشار لموضوع الاستخبارات الاقليميه التي دخلت في شان السودان هكذا يقول. كيف قادر تشوف الكلام ده؟ ما قادر اشوفه ذات انه في استخبارات اقليميه ولا استخبارات شنو ما نحن قاعدين يعني حوالينا مجتمع كويس محلي ومجتمع اقليمي ومجتمع دولي عندنا مصالح مع ناس هم عندهم معنا مصالح دي كلها حاجات اسمها منها هم شايفهم بروجوا للموضوع ده يعني اي واحد من الشعبين لما تلاقيه بيتكلم في انه يا اخي دي اجنده كويس بتاعت مجتمع اقليمي هم ذاتهم ما كانوا ماشيين باجنده بتاعت مجتمع اسمها اقليميه ومخابرات اقليميه يعني. طيب في الانتباه جاء عنوان واشنطن تحقق حول أموال الجنوب إيقاف التسرب النفطي بالوحدة ومطالبة بمعاقبة الشركة هكذا موضوع التقرير. بعد ذاك في مجموعة من التفاصيل اللي جاء فيه مصر تبلغ الجنوب عدم ارتياحها بشأن مفاوضات السد الإثيوبي وقبيلة الأرواك تطالب بولاية منفصلة وسلفاكير يهدي الملك سيارة. عموما يعني التقرير بيخص دولة الجنوب يعني بكل تفاصيله يمكن الانتباه يمكن اهتمامه بموضوع الجنوب بشكل عام هو ده يعني جانب الأكبر. تأثيرات الأوضاع في الجنوب هل ممكن تأثر علينا يا أستاذ أحمد خليل؟ يعني لا أنا ما أعرف ذات الناس الانتباه ديل يعني الصفحة دي أهم بها يشوف بها واحدة من ولاية السودان واحدة من مشاكلنا نحن يعني وهيس الجنوب أصبح دولة وهيس دولة ذات سيادة يختلصوا فلوس ما يختلصوا عندهم مشاكل ما هي دي مشاكل دولة هم نحن ما نتدخل فيها وبالتالي يعني دورنا الغزر عملت الانتباه في المساهمة في فصل الجنوب كويس ما زال لسه مستمر. انا والله مع انه الجنوب بقى دوله كويس وبالتالي يعني كل ما الجنوب استقر احنا حيكون يعني وضعنا افضل افضل لنا لانه ليه النزوع موضوع التسرب النفطي كان له علاقه بالشمال؟ ما عنده علاقه بالشمال هو العكس حس الشركات النفطيه استعانت بخبراء سودانيين شغالين حس في الحقول ذاته. تمام. في التيار جاء هذا المقال للكاتبة شمائل النور في عمودة العصب السابع تحت عنوان الموت مستمر هكذا عنونت الصحفية لمقالها. 71 مهاجرا غير شرعي مكثوا في البحر 4 أيام بعد غرق قاربهم. ما حدث أن عملية إنقاذ تمت صباح الأحد ونجوا من الموت في عرض متوسط وبعد إنقاذهم فروا جميعهم. حدث هذا في الشواطئ الليبية. أن ينقذ شخص من الموت المحقق ثم يفر ليعيد المحاولة مرة ثانية وربما ثالثة هذا يعني أن الوضع الذي خرج منه ليس فقط مجرد جحيم بل هو يفضل احتمال الموت على العيش في وضع يعيشه شاب أو شباب معظم بلدان المنطقة. شمائل بتتكلم عن موضوع المهاجرين والآن نحن في السودان بنعيش الفترة الجديدة والمرحلة الجديدة يمكن الأعداد كانت في عهد النظام السابق كثيرة يعني خاصة بموضوع السودانيين. في أخبار كانت تناولت موضوع عودة السودانيين من ليبيا قبل كم يوم برضو. والمهم يعني هل الوضع الحالي ممكن يأثر من ما يخص السودانيين في الهجرة غير الشرعية عن طريق ليبيا وتفكير الشباب؟ طبعا نحن حتى الآن الوضع الحالي ده ما لسه الآن أنت في وضع انتقالي لسه ما ظهر منه أي شيء. الناس اللي قاعد تهاجر تركب الصعب والمستحيل هي طبعا طلعت من بدري من السودان حقيقة هو حاجة مؤسفة يعني إنه الواحد يفضل إنه يعني السنبك يعني هو متأكد انه يا اخي يا وصل يا ما وصل
ويغامر مغامرة زي دي معناته حقيقة خلفه يعني في جحيم يعني أكثر من الشيء اللي حيواجهه. دي مشكلة الدول الدول الما ديمقراطية الما فيها ما فيها ما فيها أمل يعني حقيقة ده غياب الأمل يعني أنت يعني الأمل لبكرة غياب الحريات غياب الفرص بتاعت العمل فرص العمل غياب حاجات كثيرة جدا جدا ما في نمو ما في تقدم المستقبل بالنسبة للشباب مستقبل مظلم فبالتالي التفكير بيبقى يعني خاصة إنه الناس بيصوروا أوروبا هي جنة جنة يعني الناس لو مشت هناك وضعهم حياة في محاولات لشباب سودانيين كتار يعني مشوا وقعدوا يستغروا هي بتبقى المشكلة مشكلة اسمه ده يعني القناعات بتاعت الأشخاص إنه يا أخي حقيقة 40,000 يومي في يعني ما حاجة سهلة يعني حقيقة يعني أنت لما تشوف تقدم بمنظار تلقى إنه يعني خلاص يئس فقد أي أمل في إنه يا أخي ممكن الحالة دي تتحسن ممكن الحالة في يعني في بلد تتحسن طبعا هم ديل ما سودانيين بس يعني هي اللي أصبحت تكلمت عن دول في المنطقة كلها يعني ده لأنه أفريقيا يعني غياب الحريات الديمقراطية غياب النمو الجهل التخلف فرص العمل كله أدى للناس منه حتى أنت لو كنت زول ذكي وزول يعني شاطر و لكن ما عندك مثلا فرص المحسوبيات فرص العمل بقت ضيقة جدا جدا بالتالي تضع الناس تخليهم أنه يفكروا في أنه يا أخي أنا أمشي أركب المستحيل وحتى لو بنسبة نجاح 1% سألنا واحد من الشباب اللي حضر بهناك انت سافرت كيف؟ قال لي وانا عقدت اتفاق مع الموت. عجيب. يعني عقدت اتفاق مع الموت. ده كلام وانا اشوفه يعني انا قاعد اتذكره وانا بجي ماري كنت بطلع متاخر هو ماشي الجامع جاي من الجامع في الحي هو مهندس ما لاقي له فرصة عمل يعني ما لاقي له فرصة عمل ما لاقي له فرصة بتاعت عمل انه قدم ما قدم في الآخر احنا نلقاه في الجهة الثانية انا سألته قلت له يا اخي انت انا فعلا فقدتك يعني في كم جمعة ما في انت قال لي انا عقدت اتفاق مع الموت ده كل اللي حصل يعني حقيقة زي ما انت اشرت انه الموضوع متعلق بمجموعة من الدول ولا بد من وقف مع مشاكل الناس دي يعني عشان في النهاية ما تكون دي النتيجة يعني لأن أنت بتفقد في شباب وبتفقد في ناس وفي النهاية بيصلوا لهذا الحد ما هو الحل في التحولات الكبيرة إنه يكون في تحولات في الدول بتاعتنا دي كلها يكون في نمو يكون في حريات يشجع يكون في فرص عمل كبيرة للناس عشان الناس تكون عندها أمل في إنها تبني وطنها هم الأوروبيين الآن يعني فرص عمل كويسة فرص تعليم جيدة وضع إنسان مختلف. وضع مختلف يعني لكن إحنا نبدأ دائما قاعد أقول يا جماعة إحنا في حاجة مهمة جدا جدا خلينا نشوفها أنا بالنسبة لي بشوف إنه ده عالم تاني قيم مختلفة عادات مختلفة تقاليد مختلفة لا. المهم أنت كيف تندمج معه ودي تبقى ملف تاني طيب نختم جولتنا بمقال هاجر السليمان أدركوا قطاع الكهرباء هكذا عنونت لمقالها تحدثنا قبل يومين هكذا تقول الصحفية عن قرارات وزير الطاقة التي بموجبها تمت إحالة 5 من مديري شركات الكهرباء بما فيها الشركة القابضة الأم للصالح العام وتعيين آخرين ظننا وللوهلة الأولى أن هذا القرار سيصب في مصلحة الوطن والمواطن ولكن تبدى لي مؤخرا أن مثل هذه القرارات غالبا ما تستصحب مصلحة أفراد ولمزيد من التمكين دون مراعاة لمصلحة المواطن والتي من المفترض أن تكون في المقام الأول ولكن يبدو لي أننا سنبدأ من الصفر في جداول الجهوية والفئوية والمحاباة والحزبية وكل ما كرهناه في الحكومة البائدة طبعا هنا نحن نتكلم عن وجهات نظر أستاذ أحمد طبعا نحن ما عارف الناس أقول شنو يعني ما يشيلون يعني يخلوهم قاعدين ما هم أصلا قاعدين تمكين يعني
هم ممكنين الذين يتمكنهم في الأرض هم ممكنين يعني جاون المؤتمر الوطني جاون حكومة المؤتمر الوطني بالتأكيد لما تجي حكومة تانية حيشيلون يعني وهو لسه للآن الوزير ما عين جاب ناس مكلفين طيب بس ندخل فيها بسيطة أستاذ أحمد خليل هل الإجراء ده نحن كان تكلمنا عنه لما طلع على القرار لكن بس ك ك ك أنت كمتابع ومراقب لل في مدراء للشركات ديل هم يعني حقيقة ما عندهم علاقة بالكهرباء ذاته اللي تمت إقالتهم هاي ما عندهم علاقة بالكهرباء يعني ما عندهم علاقة بالتخصص يعني شهاداتهم يعني ممكن تلقوا بتاع أداب هو مدير لشركة بتاع كهرباء ما عنده أي علاقة يعني توز مثلا التوليد يعني لما نجي في المصطلحات ذاته بيبقى تعامل مع المصطلحات ذاته حيتعامل معه كيف مشكلة جاول الاسمين شوف ما حيكون يعني بنفس القدر والناس ما تقعد تتكلم في إقصاء ما إقصاء الناس لهم أقصوا الناس هو الحديث الآن مو حديث إدارة وتفاصيل واقعية عملية يعني أكثر مما هي أشخاص يعني سياسات أكثر مما أشخاص من المفترض يعني هو في ناس حيقصوم يعني ما حيقصوم كيف يعني طيب اللي هو التغيير شنو يعني والصورة شنو يعني يظلوا نفس الناس قاعدين يعني تمام يعني شوف الأيام الجاية المشكلة كانت المشكلة كانت في البشير يعني بس وما يخص التيار الكهربائي ومعالجة القطوعات وكل هذه التفاصيل يعني عسى ولعل تعالج كل الإشكالات هي ما حد تعالج بين يوم وليلة والناس تكون واضحة وشفافة إنه يا أخي نحن عندنا مشكلة بتاعت إنتاج مقارنة بالاستهلاك في فرق عندك عجز بتاع توليد تشتغل تملى العجز ده عندك نسبة بتاعت نمو 10% نسبة كبيرة جدا جدا تعمل في انه يا اخي انا سنويا مفترض اضيف للانتاج بتاعي ده كده عشان اطلع من الازمة دي تمام نحن انتهت الموضوعات اللي حددناها للنقاش والحوار معك استاذ احمد خليل لكن قبال ما تمشي ناخذ رايك كمتابع مراقب لموضوع زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لفرنسا بعد ما انتهى من نيويورك موضوع الامم المتحدة شنو تتوقعه؟ طبعا هو الحراك الدبلوماسي ده والزيارات ده أول حاجة بيعيد الصيغة للناس إنه يا أخي نحن بقى عندنا رئيس ما مطارد ما مطلوب يعني يسافر عادة ما يمشي باللفة ويركب مع الركاب وكثير منه الرئيس جاي ما جاء رجع مهيز ده واحد بعيدك للمجتمع الدولي بتتناقش في مشاكلك في حاجاتك في إنه في حلول مهيز دائما أنت بتحاول تستفيد من الدول الثانية اللي هي خبراتها في حلولها للمشاكل أكثر منك في كلام عن نادي باريس و نادي باريس طبعا 17% من نسبة الدين هو 17 ولا 35% تقريبا نادي باريس متأكد من الرقم أي المهم هو الدين الكبير يعني نتوقع انفراج بعد انتهاء دكتور عبد الله حمدوك من كل الزيارات دي والله هو بيجي بيسمنه ده يعني في وعود في 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 بناقشوا قضايا في اختراقات حتحصل في كثير من القضايا يجي يشوف الوضع هنا تمام شكرا جزيلا لك تسلم تحية لك هكذا انتهت فقرة الصحافة مشاهدينا نتواصل معكم هناك الكثير من المحطات لا زالت في معيتنا بعد الفاصل حنواصل خليكم معنا